اليوم لدينا ضيف مميز، خادم من خدمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، الرادود الحسيني الملا حسنين الكربلائي. راح نستفيد من أنفاس الملا أكيد، ولكن بعد أن نشاهد الفاصل اليومي كالمعتاد ذهبنا وتشرفنا بزيارة العتبة الحسينية المقدسة وزيارة النيابة لجميع الأخوة المتصلين الذين اتصلوا بنا في الحلقة السابقة، فإلى العتبة الحسينية المقدسة. في موكب التطبير تهود ماء، في طبرة الهامات نغدو، في ساعة الحشر نفاخر، في ساعة الحشر نفاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي ووالدي والدي ومن قلدني الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى، وبالنيابة عن الأخت نور الأسدي من بغداد، أم مهند من بغداد، أبو حسين عبد الله من السعودية، أم وليد من الحلة، أبو مهدي من ميسان، العلوية نضال من بغداد، العلوية منال أم مهدي من بغداد والدعاء لها بالشفاء إن شاء الله، السيد محمد عيسى من بغداد، نصير حسين من واسط، عهود مطشر ووالديها من واسط، الحاجة أم فاضل وابنتها من بغداد، الدعاء بالشفاء لها إن شاء الله، المرحومة علي حسن المهدي، الأخ العزيز محمد صفا، الشيخ كايد هاشم مريض بالسرطان، نسأل الله بحق الحسين وبكرامة هذه الليالي المباركة له الشفاء العاجل. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. سأتشرف أيها الكرام بالذهاب إلى الضريح المبارك لسيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين لكي أضع هذه الورقة، وأسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين الشفاء العاجل لجميع المرضى. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. في الثواكل نجزع في ضرب السلاسل، ولن في مهما بذلنا دما ودمعا ومناحر، دما ودمعا ومناحر. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام، هذه الليلة العظيمة التي تنسب لسيدنا ومولانا القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مثل ما يقولون أهنه وخدام الحسين اليوم حق الشباب على الشباب، فلا تقصرون في نصرة المواكب الحسينية والحسينيات وجميع المآتم التي تعقد في هذه الأيام المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أتشرف باتصالاتكم أحبائي المشاهدين على الأرقام الظاهرة على الشاشة، والغرض من الاتصال هو زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في هذه الأيام المباركة. اليوم ضيفي الكريم الرادود الحسيني الملا حسنين الكربلائي، حياك الله ملا وعظم الله أجرك. تبع علي وجورك تاج راسي ملا، منورني ومشرفني. هذا نورك أبو علي، خادم لك تاج راسي، يا أهلا ومرحبا بك أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان وعلماءنا الأعلام بذكرى عاشوراء الأليمة على قلوب جميع المؤمنين، وجعلنا الله من أنصار الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين.
الله يبارك بيك وينطيك الصحه والعافيه موفق لكل خير. ليله القاسم سلام الله عليه، القاسم وما ادراك ما القاسم سلام الله عليه، هذه التضحيه وهذا الفداء وهذا الايثار، حقيقه ايثار، يعني مو لانه الحسين عمه، لا، نصره للدين، يتحدث عن الدين سلام الله عليه. فاجواء كربله، ما ادري انا من اطلع بالشارع واشوف التكايا الحسينيه، اسمع صوت حمزه الصغير رحمه الله عليه، يما ذكريني يما ذكريني، فاحب اذا لو نستفيد من انفاسه ان شاء الله. تاج راسي مله، يما ذكريني من تمر زفت شباب، من العرس محروم حنيتي دم المصاب، شمعة شبابي من يطفوها، حنيتي دمي والجفن ذار التراب، يما ذكريني من تمر زفت شباب، بزاغ من برج المخيم جاسم ونور يتشعشع، ناس رجعوا ودعلمتنا ومثل طير الجنة يلمع، هل هلة ترملة وتقلة هاك خذ قلب المقطع، شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك، جنك وفية برقبتك صاح ريدو في المرضى، من ثدي النيبة راضع بصافي الحليب، وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب، حنيتي بدمي خليع جنوها، حنيتي دمي والجفن ذار التراب، يما ذكريني من تمر زفت شباب. الله الله، احسنت يا ملا حسين، احسن الله لك، طيب الله انفاسك، اسمعكم والله يرحم خدام الحسين الماضين مرحوم حمزه الصغير، شيخ كاظم منظور، شيخ هادي الكربلائي، جميع خدام ابي عبد الله الحسين. ليله القاسم ملا حسنين، شنو تعلموا شبابنا من القاسم عليه السلام؟ والله احنا عندنا اقرب تجربه لهاي الشباب اللي تعلمتها من القاسم سلام الله عليه، عندنا هذا الحشد اللي طلع ولبى النداء لنصرة الدين والمذهب، يعني لان القاسم سلام الله عليه شعل شمعه للدين، صحيح، واصبح قدوه لهاي الشباب. فعندنا احنا هاي التجربه اقرب شيء إلنا اللي شفناها احنا على ارض الواقع، طبعا ضحت هاي الشباب وهبت لنصرة الدين والمذهب، فاحنا هذا فد نبذة من تضحيات القاسم شفناها بهاي الشباب اللي بركة دوام مجالسنا دماء شهدائنا اللي قدموها. الله الله، اي والله صحيح، احنا حاليا نطلع ونزور الامام الحسين ونتنقل، بركات دمائهم مأمنين وكذا، بلي صحيح، المواكب الحسينية وهالنعمة هذه اللي نسأل من الله بحق الحسين أن لا يسلبها من عندنا. إلهي آمين. أي والله، هالمواكب الحسينية والعزيات، الثمرة مالت شهادة القاسم سلام الله، هاي الشباب ثمرة هذاك الجهاد للدين، يعني قضية مو شخصية القاسم الحسين يصير عمه وكذا، إنما خرجت لطلب الإصلاح، فانتقاهم الحسين الله سلام الله عليه انتقاء خاص، وهذا الشباب اللي قدمته هذا نبذة اللي احنا شاهدناها يعني في هذا الزمن، نبذة من ذاك الجهاد وثمرة ذاك الجهاد للقاسم سلام الله. جميل جدا، يعني هوان شفنا زفات، حقيقة هوان شفنا زفات في هذه السنين اللي مضت، خصوصا من أبطالنا، أبطال الحشد الشعبي المقدس، يعني أنت ابن كربلاء ملا حسنيا، الله يبارك فيك ويرعاك، وشوف الشهيد من يجيبونه
يزورون يم الحسين. سلام الله. فشفت الأعمار، أعمار شهدائنا وأبطالنا من الحشد الشعبي المقدس. ماكو فد يعني فد عمر خاص. يعني واقعة كربلاء جمعت دهر كامل، انجمع بهذا اليوم واقعة كربلاء. شوف الأعمار متفاوتة، يعني عبد الله بن الحسن 11 سنة يقولون وكم شهر عمره كان. القاسم، علي الأكبر، هاي الشباب. أنا ليش قلت لك؟ قلت لك هاي الثمرة، إحنا شفنا النتيجة مالتها بهاي الشبان. تلاحظ شوف شنو 9 سنوات يروح يقاتل بهذا الحشد الشعبي الله. أو 10 سنوات والأماية تهلهل تقول لا تبكون علي الله. هذا راح يم الحسين الله. أو الأب يقول لأبويا لا تهتم، أخوكم راح يروح مكانك يقاتل الله. 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 هذا ما جاي اعتباطا. أكو فد ثمرة، فد ثمرة اللي إحنا أخذنا النتيجة مالتها وأخذنا العطاء مالتها، وهي ثورة الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك. مثل رملة سلام الله عليه. سلام الله عليه. حينما قدمت ابنها القاسم سلام الله عليه إلى الإمام الحسين. طبعا الإمام القاسم عليه السلام أجل الإمام الحسين أكثر من مرة ورد الإمام الحسين، لكن في هذه المرة حينما جاء بالوصية، وصية الإمام الحسن المجتبى، وذكر للإمام الحسين أنه والدتي قلدتني السيف وهي اللي شجعتني أنه أنصرك، فهنيئا لنا بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه السلوك مثل ما ذكرت الحشد الشعبي وغيره من أبطالنا المقاتلين، يعني هذا خير دليل على استفادتنا من ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ضد الظلم. نعم، ولهذا فد وقفة يعني كملاحظة هماتي. نعم، واللي أرجو هم تلتفت إلها يعني الشعراء وجماعتنا اللي هذا الخط الحسيني. رملة ما منعت القاسم. جميل. هواي يقول ما خلته وكذا بالأشعار يكتبون كذا، فد التفاته. أول شيء القاسم ما خيب ظن رملة. يعني هي تقول له روح. صحيح. افدي نفسك للحسين. الله. افدي نفسك للدين. هي حشمته. الحسين كان يرجع للقاسم سلام الله عليه. سلام الله. يعني يتذكر الحسن أخوه ويشوف عمره ويشوف كذا، وما يريد يفجع هاي المرة بابنها. الأمية كانت هي تحثة ولبستها السيف، قلدت السيف الحسن وعمامة الحسن وكذا في سبيل يشوف الهيئة مالته الإمام الحسين، وهو أعلم بالقضية يعني. نعم. بس هذا فالدرس الكل أم من تصير فت قضية عقائدية أو دينية تحث ابنها أو زوجها وكذا لنصرة الدين والمذهب. صحيح. ومثل ما تفضلت ببداية البرنامج يعني الثمرة هي هاي. أي والله هي اللي احنا دنعيشها هسه، ولا ما كنا نقدر نوقف بهالوقفة ولا كنا نقيم هالمراسيم الحسين. صحيح. أي والله أحسنت من بارك الله. الله لك. أنت دخلتنا موضوع أيضا جدا حقيقة مفيد، أنه شعرائنا. هل يجب على الشاعر أن يكون مثقف تاريخيا إذا صحت العبارة؟ والله أنا هذا أشوفه من الأساسيات للشاعر. أساسيات. بلي. يعني وما يكون يغض النظر. أكو فد شيء دارج يعني فد كلام يقول على السليقة يكتب أو كذا وكذا ما يهم، بس يكون عنده فكر تاريخي يعني ما أخذ من التاريخ. ما يجيب فد كلام يخليه يعني، وأنا أشوفه يعني يمس بالقضية. يمس، وإحنا قدر الإمكان نريد هاي القضية نوصلها للعالم كله. بارك الله فيك. طيب الله أنفاسك يا عزيزي. أبو علي. نستفيد من أنفاسك بمشاركة. الله يبارك بك ويرعاك. خادم. تاج راسي خادم الحسين. عندنا فد تجليبة إن شاء الله. الأم شقد ما هي تريد تصير قوية، فأكو أحاسيس يعني بداخلها اللي هي أحاسيس الأم، وشلون إذا ظلت وحيدة وشلون. فتقول يعني من عقب ما نشوف ابنها مطروح تقول يا جفوف جاسم يحنيها الله، وآيا حس رتم وهم بواجيها. جميل. يا نار حملك يال ولد ويرباك، وسهار ليالي وحليبي والثدي الغذاك،
وافيتي الربا يا جاسمي من يدماك بحومة كار بلا لامك تجازي. يعني جزاء الربا انت اللي سبيضت وجهي بهذا الفروج مالتك للحسين. الله الله بارك الله بك. طيب الله انفاسك منا عزيزي، الله يحفظك ويرعاك. بس خلي اذكر الساده المشاهدين بالارقام الظاهره على الشاشه لغرض زياره النيابه لحرم سيدي ومولاي المولى ابي عبد الله الحسين في هذه الليالي المباركه والعظيمه. اليوم كربله ملا حسنين مثل ما شفتها اكيد طلعت انت من خلال قراءتك، ما شاء الله يعني كل المواكب اليوم محتفية بمولانا القاسم بن الحسن سلام الله عليه، والزفات والمواكب وحتى الوصية. يعني الناس اللي موجودين تكررت عليهم الوصية أكثر من مرة من خلال مواكب العزاء اللي تجي يم الحسين، ويوقف تشابيه مولانا القاسم يوقف ويقرأ وصية الإمام الحسن لمولانا أبي عبد الله الحسين. هل من استفادة من هكذا نوعية مواكب تشابيه؟ نعم ناخذ اتصال ان شاء الله وارجع الى خدمتك. تفضل. اتصال من الاخ فرحان حسون من واسط. السلام عليكم ورحمه الله عزيزي. السلام عليكم. عظم الله اجوركم. السلام ورحمه الله. حياك الله. انقطع الاتصال. ان شاء الله اسمك مسجل في زياره النيابه لحرم المولى ابي عبد الله الحسين يا اخ فرحان، واحنا خدام لكم ان شاء الله. نعم ملا عزيزي. بلى عزيزك الحسين، هاي المراسيم وهاي المواكب وهالترتيب هذا اللي يذكرون العالم بمصيبة القاسم سلام الله عليه، هذا أقل الواجب تقدم الناس يعني اللي مهتدين بهاي القضية. نعم أقل الواجب قطرة في تذكير بحر. بلي نعم. تذكير القضية اللي يا ناس أن تشوفوا هذا كفد يوم كذا بالتاريخ قبل 1300 وكسور سنة هيك حادثة، شوفوا الجرم اللي صار على أهل البيت. فمن باب التذكير هاي تفوت العالم أو الكاميرات أو الإعلام يصور شاب بعمر الورد نتيجة ظلم يقع على أهل البيت، يروح هذا الشاب أو طفل رضيع أو كذا، فيحتاج هذا التذكير. وهذا أقل الواجب تقدمه طبعا المواكب وفي كل بقاع العالم طبعا اللي هذا ناصبين للقاسم سلام الله عليه، فهذا أقل الواجب. أنا الحمد لله رب العالمين. وهوايهم بي طبعا باستفادة، هذا يجي واحد يسأل يقول هاي شنو ما يدري، فمن يشوف القضية يروح يستفسر، شفنا هيك موضوع أو كذا يستفسر فيتبصر بالأمور يعني شنو اللي وقع على أهل البيت. جميل جدا بلي. أحسنت بارك الله بك يا ملا حسنين. مسيرة ملا حسنين في كربلاء المقدسة بلي. من بداية السقوط احنا ما نريد نجيب بلي. أسئلة متكررة، ولكن بلي. ذكرت لي أنه كنت تقرب بالأطراف. بلي انا بدايه ما ادري عفوا كمل سؤالك انا خفت كملت تفضل. بلي زاد فضلك. انا بدايه السقوط موكب عزاء البلوش تقريبا احنا فد 6-7 سنوات نقرا ننزل المستهلات ونقرا، وهو عزاء عريق يعني في كربلاء. نعم يعني صار له فد 100 وكسور سنه اذا مو 200 يعني 1800 وكسور. نعم التاسيس مالته واللي مترأس الموكب السيد حسين بلوشي رحمة الله على روحه، الله من بعد استلم من بعد ما صار الأمر سيد علي رحمة الله على روحه سيد علي البلوشي، وهسه يعني الكبير اللي موجود وقائم بالقضية سيد هادي البلوشي الله يطيل في عمره الله يحفظه ويرعاه. فمن بعده تركته أنا قرأته فد سنة الموكب عزاء المخيم والهيئات والمواكب، والعزل مستمر بي أنا من السقوط إلى حد الآن وإن شاء الله بلي. نعم اتصال عندنا بس عفوا ملا نقاطعك، إعادة اتصال من الأخ فرحان. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا حبيبي، عظم الله أجوركم. الله يجورك حبيبي. الله يحفظك ويرعاك يا عزيزي، تفضل. نعم انقطع الاتصال مرة ثانية من الأخ فرحان، وإن شاء الله اسمك مسجل في زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كثير من الاتصالات تجينا أحبائي المشاهدين، نعتذر من السادة المشاهدين يعني يمكن الوقت ما يداهمنا أنه نرفع جميع الاتصالات، ولكن الأخوة
الله يبارك بهم ويرعاهم بالكنترول، يسجلون جميع الأسماء حقيقة، جميع الأسماء اللي تجينا، الاتصالات اللي تجينا يسجلون الأسماء ونزور لهم زيارة النيابة. نعم ولا حسنين حبيبي؟ الله ينعم عليك. والموكب اللي بقيت مستمر وياه طبعا هو من المواكب العريقة في كربلاء. نعم. صنف قصابين كربلاء. جميل. هم 1881 تأسيسه. هذا لحد الآن مستمر وياه، وعندهم مستهلات ينزلن بس ليلة العاشر. عز الشموع معروف في كربلاء، ليلة العاشر ينزلون مستهلات، والمستهلات هم الناس محافظين على مستهلات حج كاظم منظور رحمة الله، يعيون الفواطم لا تنامين ليلة وادعين أهل الحمية، الله باكر بالخيم لما تمسين غريبة من الأهل بالغاضرية، الله مستهلات مال حج كاظم ينزلون به، يعني يتفالون بهذا الكلام مال حج كاظم الله يرحمه رحمة الله. يعني ناخذ اتصال إن شاء الله وارجع لأخذ انتك. الأخ لؤي من بغداد، سلام عليكم ورحمة الله عزيزي. سلام عليكم. عظم الله أجوركم. رحمة الله. حياك الله. نطلب الشفاء والزيارة بعد قلبك. خادم اطلبها من رب العالمين وبركات سيد الشهداء ان شاء الله. خادم ان شاء الله بعد روحي. خادم تأمرني امر عزيزي. بعد يا الله بجاه القاسم ابن الامام الحسن ان شاء الله السنه الجايه عندك ولد وتسميه حسين ان شاء الله على سيد الشهداء. ان شاء الله بعد قلبك. يا الله. خادم وممنون يا عزيزي، خادم لك. شكرا جزيلا لك. إلهي بالحسين يا رب عافي وشافي جميع المرضى يا الله. إلهي بالحسين يا رب، اللي ما عنده ذرية اترزق ذرية ببركات سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إلهي آمين. إلهي آمين. نعم الله، لا تنساهم بالدعاء. الله ينعم عليك. والله واي يطلبون ودي يشوفون، الحمد لله بركات أهل البيت دي يحصلون. الحمد لله رب العالمين. أي والله الحمد لله والشكر. الباب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أهل البيت. أي والله. فقضية قلت لك مستهلات مال حج كاظم يتفائلون بها طبعا، وليت العاشر نختم لهم بصحن الإمام الحسين. هنيئا لكم. هي كل سنة مستمرين إن شاء الله بهاي الخدمة. هنيئا لكم. الله التوفيق بهاي الخدمة. الحمد لله رب العالمين. هنيئا لكم. مجلسكم شلون يكون يعني القصائد الحسينية اللي تقرونها يوميا؟ والله حسب المن مخصص. مثل أول يوم وثاني يوم على خروج الإمام الحسين سلام الله عليه، وعلى الفاطمة العليلة، وعلى أم البنين، وعلى مسلم. فتبدي يوم عن يوم، مثل اليوم مثل احنا كان مجلسنا على القاسم ابن سلام الحسن الله سلام يعني. الله عليه سلام الله عليه. مباشر عندنا إن شاء الله هذا يعني فد رسم عندنا على عبد الله الرضيع، أسأل الله بشرف عبد الله اللي كل يطلب الذرية يا الله. الله يرزق الذرية الصالحة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. أخذت والله العالم يعني أخذت مرادها. اي والله ما يخيبون احد عشاهم بركه الله واهل البيت سلام عشاهم بلد. انه يخيبون احد بلد. القصائد الحسينيه نعم. والاطوار في هذه الايام بعد. المباركه نعم. هل الناس تفضل التراث ام يفضلون الحداثه؟ والله اخويا كرادود بلي انا كرادود يعني نعم. هي اذواق فانت ما تقدر يعني تملي على المجتمع كذا او كذا، هي اذواق. اللي يرغب للقديم تشوفه مثل يسمع القديم وكذا، واكو اطوار يعني حقيقة ما تلائم هذا الخط يعني نزلت الى الساحة، يعني نرجو من الشباب اللي عندنا واللي المسؤولين على هالقضية خلي شوية يتهدون بالله سبحانه وتعالى لا يروحون زايد، لان اكو اطوار ما توالم. صحيح. يعني حقيقة تقول له يا بتخلي لك انت فد مقياس تقدر مثل هذا الوزن انت تعلقه بالمنارة مالت الحسين سلام الله عليه، يقول لك لا لا حتى ليش تسوي برا وتسوي كذا، حتى قضية المواليد يعني تطلع طلعوها من الإطار مالتها. فإن هي أول شيء هي مواساة، فأنت شلون تواسي أهل البيت؟ يعني تخيل هو إمامك قاعد، شلون كان الإمام الصادق يقيم عزاء الحسين، فيجي الشاعر يقول له اقرأ بطوركم مثل ما أنت تقرون بالعراق الله. فمن يقرأ فأنت تخيل أنت وشوف هذا الترتيب شنو اللي كان يقرأ الإمام يرتضيه. مو انت مثل الشيء اللي شوفه يعجبك او كذا ويعجب الشاعر، لان هاي القضيه احنا نريد قدر الامكان قدر نحافظ عليها. جميل جدا. التدخلات اللي ما تليق بها. جميل جدا. اي والله هاي وصيه ما انا وصي نفسي اول واحد. احسنت يا ملا. طيب الله انفاسك. الله يبارك بك. على سؤالك اللي قلت يعني نعم. الاطوار الجديده واطوار كذا، احنا عندنا يعني نزاوج بين الاطوار بين القديم وبين الحديث، واي يعني هواي امور. الطلب ولا يعني بلد. اكيد اكو
طلب يكون من خدام الإمام الحسين إنه ملا حسنين يا حبذا لو تقرأنا اليوم كذا لحن. والله أنا بالنسبة إلي يكيفون على أطوار حمزة أقرأ لهم الله يرحم حجي حمزة. يعني بالنسبة هذا إلي وكرواديد لا ما شاء الله يعني أطوار وحفد حناجر أنا أعتبرها ذهبية يعني ما أقيس نفسي وياهم. لا بيني ما بين الله. موفق إن شاء الله. أي والله يعني شو أقول لك يعني أنا أستفيد من هذا. موفق يا ملا موفق بارك الله فيك. خدام الحسين يعني قدوة. أيوة الحمد لله رب العالمين. الله يحفظ جميع خدام الحسين ان شاء الله. الله يبارك بك. ايش راح سمعنا هسه؟ والله ابتدي اسمعك اخذ يمني السيف. اي اكيد اكيد نسمع ان شاء الله. هذا ما تلفت قضيه يعني اخوي ابو علي خادمك انا خادم الحسين ان شاء الله. شوف يعني الترتيب ما شعر حج كاظم هذا رحمه الله احنا قلنا الام هي تحشم ابنها للقتال مو تلزمه لتعوفني وكذا يعني صحيح. هاكي خيذ يا ابني السيف والعير يسخل ما هو ما حل عمك ويحيد اليوم بالغاضرية هل هيلة للعريس رملة وتشجع لكن بدمع العين زردت درعا سلمت سيف الموت بيدوتي ودعا تحب وتشم وصيت بعم وعلى المهور مشدود سارجل ميني الله 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 الله. يعني شوف قضية تحشيم الأم تحشم ابنها وكذا أحسنت. فهذا أنا أشوفها في الدرس. بلي أحسنت. نعم. اتصال هاتفي عندنا إن شاء الله ونرجع إلى خدمتك ملا. الأخت حسين. نور الأسدي من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختي. مساكم الله بالخير والعافية وعظم الله أجوركم بليلة القاسم الرئيس الطاف إن شاء الله يا رب يحفظ كل شباب العراق وكل شباب العالم الإسلامي ويحفظ العراق وأهله ويحفظ مقدساتنا ويا رب يدينكم لخدمة محمد وآل محمد. الله يحفظك يا أخوي رحم الله والديك. أسلم لي لأن أنت خادمنا وجاي تسجل أسمعنا أحب أهدي لك خادم أبو ذيع خادم 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 أقول تاج الفخر والزود حيدر أميري وبس علي الكرار اكلوق أميري وعندي أخ اسمه حسين خادم أميري خادم حفظه يا رب بحق حامل حمير. الله يحفظك ويستر عليك بست الحوراء زينب إن شاء الله رحم الله وديك يا أخوي. أقول أريد أنخ أبو اليمة وكفله وحلف بأخوه البطاف جميل وقفله الضحى لجلة بعيونه وكفله وأقرب هالقسم يقضيها لي إن شاء الله إن شاء الله مقضيها علي للروح وابو اليمة نهضها سفينة حسين وللأمة نهضها نهضها هنيان المطرها العترة ونهضها يفوز بجواز ابن الزكية. الله جميل جميل أحسنت يا أخوي. بقيت أتبع أخبارك وثارك دمع زينب ينتظرك وثارك يمتى تعود سيدي يا صاحب وتاخذ بثارك على الخلة وزينب سبية يا صاحب الزمان اصوابي اصوابي بالقلب يا ناس خلوه وبيتي من الزلم يا حيف خلوه وذاك حسين راسه بطشت أيوة خلوه وانا زينب الحرة الهاشمية أيوة ويلا حسبت وصحت ظنوني بالحساب محبت بذكر للمذنب بالحساب انا بنعبر الصراط الحق بالحساب جوازي خدمتك يا ابن الزكية الله جوازي خدمتك يا ابن الزكية. جميل جميل يا أخوي أحسنتي طيب الله أنفاسك. نعم يا رب يحفظكم وتحياتي للراجود وأتمنى لأنه قال شيء يعني على السيدة رقية عليها السلام إن شاء الله إذا محضر الملة بخدمتكم إن شاء الله يا أخوي الله يرحم الله والديكم وعلي السلامة حياك الله يا أخوي وبارك الله بيك.
الله يستر عليه ان شاء الله بستر الحمراء زينب. الاخ الدعاء من البصره، السلام عليكم ورحمه الله. الاخ الدعاء من محافظه البصره، السلام عليكم اختي، حياكم الله. السلام ورحمه الله اجرك. ماجورين يا اخوي، حياكم الله. اجرنا واجرك، حم الله والدك. الله يحفظكم ويرعاكم. نعم. زياره خادم بالسريه والشباب. يا الله، بجاه هو سيد الله. شباب اهل الجنه ان شاء الله يا اخوي، تمريني امر. لكم الذريه الصالحه ان شاء الله. خادم يا اخوي، تمريني امر ان شاء الله، بطن عيني بخدمتكم. الله يخليك. شكرا جزيلا يا اخ الدعاء، الله يبارك بيك ويرعاك وان شاء الله يرزقك الذريه الصالحه. متصلين العام كنا نقول لهم هذا الكلام حقيقه، اللي يصير عنده ولد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بركات سيد الشهداء السنه الجايه ان شاء الله بهيش وقت ان شاء الله يسميه حسين. من هسه اصلا ينذر انه يسميه حسين تيمنا بسيد شباب اهل الجنه الامام الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وياكو حوائج من لي بلي. اي والله، والناس عيونهم على كربله في هذه الايام المباركه، فلا تنسونهم الدعاء. نسال من الله بشرف كربلاء الحسين ارض مقدسه ان يقضي حوائج المحتاجين. اللهم وكل طالب ذرية يسأل الله بنحر عبد الله الرضيع رزق الذرية الصالحة يا إن شاء الله. الله يا الله، بجاه سيد شباب أهل الجنة. أحسنت ملي، أحسن الله. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، ما عدنا وسيلة. أي والله، والذنوب هواي شفتها ثجيلة. ما أقرأك يا أقراها خادم، أقراها وعلى مود نعرف إن شاء الله, إن شاء الله. إن شاء شنو الله. القصة اللي موجودة بلي. ها أي أنا أريد أعرف أقرالك هل أقرالك فد إن شاء الله بيته حسب ما أتذكره. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ثجيلة، فغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله. هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب هواي شفتها ثجيلة. هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، اخدم بمأتم إمامك لو ردت للرحمة مسلك، وانت بالتأبين تخدم وتسمع الهاتف بشرك، لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منورة، وللخدمة عندك مقدرة وباللطم وسمت صدرك. الوسامي خمد جهنم شعاعه، الله، والوثيقه بها تحصيل الشفاعه، جاره في الدهر لا يخشى ضياعا ان شاء الله، شأنه يعلو ويزداد ارتفاعا، والذنوب هواي شفتها سجيلة. الله الله الله، احسنت يا ام الحسنين. هاي طبعا احسن الله لك. اكو فد حادثه يعني صارت، شعر المرحوم الحاج مهدي الاموي رحمه الله عليه، رحمه الله على روحه، رحمه الله عليه، طلبوها اول العام من عندي فد مجلس من مجالس كربلاء بالليل بعالم الرؤيه، كانما هو رجال متوفي رحمه الله على روحه، هذا استاذي يعني الحاج مهدي رحمه الله على روحه، ونعمل استاذ. فبعالم الرؤيه انا شايل الحاج مهدي ومودي للمغتسل، الله يطيل اعماركم ويرحم امواتكم. الله يحفظك ان شاء الله يا عزيزي. فادور على المغسل شيء وينكم كذا كذا، ماكو احد فارغ المغتسل. فلقيت فد مندر بالمغتسل نظيف يعني المندر، خليت الحاج علي حاج مهدي الله يرحمه، وطلعت ادور. فأنا بين ما دار أتحرك أدور على ذول المغسلشية، شفت أتحرك حجي مهدي الأموي، قعدت يمه، قلت لحجي أنت ميت عايش؟ قال لي قعدني حسنين، قعدني أنا قعدت عدلت الشماغ مالته الغترة مالته. قلت له شنو حجي؟ قال أنا ميت وأنت قريت لي قصيدة بعالم الدنيا، فأجى النداء بالسماء اللي هذا صار بذكر الحسين بذكر القصيدة مالته،
فرجعوا لعالم الدنيا خلي يخدم. اللهم صل على محمد. الله يشهد. هاي الرؤية يعني طبعا مؤثرة في وقتها وسولفتها إلى أحد أبنائه اللي هو نعتبره أستاذنا وأبو الرواديد حاليا في كربلاء الحاج عبد الأمير الأموي. الله يحفظه إن شاء الله. أجمعين. خدمة لها قيمتها طبعا. أكيد لها للي قيمتها. أكيد. للي عنده قوة فاكرة على قولتها. أي والله صحيح. بلي. يعني القصيدة هذه سبحان الله من القصائد اللي تخلدت حقيقة. نعم. وكلماتها متجددة بني. مع الأيام يعني تشوف الكلمات هذه بكل زمان موجودة الشيء اللي كاتبه بكل زمان موجود إنه أكو ذنوب ولكن أملنا أملنا بني. أملنا بالحسين سلام الله عليه الخدمة إن شاء إنه الله يكون شفيع بني. إلنا يم رب العالمين إلهي أمين أجمعين إحنا ما نقول لا سامح الله إنه نشجع على إنه الإنسان يروح لا حاشا لا. لله بلي طبعا نعم ولكن هناك وسيلة والإنسان مو معصوم وسيلتنا هم أهل البيت سلام الله عليهم أفضل الصلاة وأسكر السلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هو ميز الإمام الحسين بقوله حسين مني وأنا من حسين. اتصال هاتفي عندنا وأرجع إلى خدمتك. نعم. الأخ فرحان سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم علي. عظم الله أجرك يا حبيبي. للمرة الثالثة جاءت تتصل بارك الله بيك وبالهمة مالتك. بارك الله بيك عيوني أنت موفق. عد الواحد مريض وايد دعام يا ان شاء الله الله يشافيه ويعافيه بجاه صاحب هذه الليله القاسم ابن الامام الحسن خادم الله وديه ان شاء الله الدعاه والزياره خادم يا اخوي تأمرني امر يا عزيزي تسلم عين قلبي شكرا لك يا فرحان ان شاء الله دائما فرحان بخدمتك لسي شباب اهل الجنه احسنت يا عزيزي وبارك الله بيك وان شاء الله الله يشافي والدك ويعافيه بحق هذه الايام شافي كل مريض المباركه ايام حق مريض كربلاء عاشوراء اي والله اي والله لا تنساهم بالدعاء والله بهاي الردهات ما عندهم غير الله ودعاء هالناس المؤمنين عيونهم أيوة. عيونهم على الحسين سلام الله عليه يعني. والله العلي العظيم الله. يعني نعمتان مجهولتان الصحه والامان مثل ما قال الامام علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام لذلك يجب علينا ان نحس إحساسهم حقيقة وندعو لهم في هذه الأيام المباركة الشباب قاعد يقولوا لي أنه للأسف وصلنا لختام هذه الحلقة وإن شاء الله مو ختام الخدمة طبعا إن شاء الله إن شاء الله دائما مستمرين إن شاء الله وهذا توفيق إن شاء الله الله يوفقكم خدمة الحسين أشكرك يا عزيز كلمة أخيرة تحب تقولها والله كلمة أقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إلهي اجعلنا من أنصار الحسين يا الله في الدنيا وفي الآخرة يا الله طيب الله أنفاسك أسمعكم الرادود عليك. الحسيني الملا حسنين الكربلائي شكرا جزيلا لك يا نور شكرا لك ممنون شرفنا بهاي الشوفة الحلوة خادم لك يا تاج راسك العزيز أبو علي الله يبارك ممنون يعطيك العافية نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية كل يوم نجي ونتشرف ونوقف جوا الخيمة هذه المباركة اللي هي باسم الحسين سلام الله عليه مو باسمي أنا ولا باسم أي شخص هي خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فباعتقادنا هذه عقيدتنا إن شاء الله الدعاء مستجاب كل شيء باسم الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أكيد أكو وجود لله سبحانه وتعالى في هذا المكان لأنه الحسين أعطى الغالي والنفيس من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى سبحانه. أسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين وبهذه الأيام المباركة أن يقضي حوائج المحتاجين أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري وتحيات زميلي مخرج العمل السيد مصطفى البلوشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته